بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اليوم بإذن الله تعالى راح نحل 4 أمثلة كمراجعة للاختبار النهائي لنهاية الفصل الدراسي الحالي بإذن الله. والمثال الأول اللي راح نحله إن شاء الله هو Method of Joints، تحليل جملونات بطريقة Method of Joints. أمامنا المثال البسيط نشوفها مع بعض. عندي يقول use the method of joints to determine the forces in the truss members. استخدم method of joints عشان توجد القوة في جميع الأضلاع AB و AC و BC. وطالب مني بعد summarize your answers in a table in the table below، إن ألخص حلي في الجدول اللي أمامكم. ولو نشوف السؤال، الأطوال عندي بالمليمتر مثل الأفقي من B إلى C 700، وعندي من العمودي من B إلى C 200 ملي، ومن A إلى C 400 ملي، ومعطيني F1 و F2. بس بالسؤال قايل لي افرض ان F1 تساوي 440 نيوتن و F2 تساوي 160 نيوتن. فبإذن الله تعالى راح نبتدي نحل هذا المثال ونقول بسم الله. شنو طريقة الميثود اوف جوينتس؟ باختصار شديد، في الميثود اوف جوينتس انت محتاج تعزل جوينت، واقصد بالجوينت مثل عندي B او A او C، اني اعزلهم واحط عليهم كل القوة اللي اعرفها واللي ما اعرفها، واحاول اني احلل القوة المائلة او اسقط القوة المائلة على محاور الاكس والواي. وإذا أسقطهم على الإكس والواي أقدر أطبق معادلتين، أهم معادلتين عندي اللي يقولون سيجما إف إكس تساوي صفر وسيجما إف واي تساوي صفر. فبداية أحاول أتجنب الرياكشنز. عندي السبورت، عندي السبورت بي مثلا في رياكشن واحد وهو البي واي، وأنا راح أفرضه إلى الأعلى. وعندي سي واي بهالشكل، وعندي راح يكون السي اكس بهذا الشكل. طيب وين اقدر ابتدي؟ اذا انا راح اوجد الرياكشن وما عندي اي مشكلة في ايجاد الرياكشنز، اقدر ابتدي من اي جوينت طالما ان عدد الاضلع المجهولة اللي متصلة في الجوينت او المجهولة القوة اللي فيها متصلة في الجوينت ضلعين فقط. فاذا انا اقدر ابتدي من الجوينت A، هذه الجوينت A ما فيها اي رياكشن واقدر ابتدي فيها. فخلونا نبتدي بالجوينت A. خلينا نشوف الجوينت A. اذا راح احاول ارسم الجوينت A، نقول ان هذه الجوينت A وفيها ضلع بهالشكل وضلع بهالشكل. شنو القوة اللي عليها؟ اشوف القوة مرة ثانية. القوة اللي عندي بهالشكل، عندي القوة F2 اللي هي 160 نيوتن، وانا ما راح اكتب الوحدات حاليا لتسريع العملية فقط. وعندي قوة بهالشكل اللي هي 440 نيوتن. طيب الاضلع اللي عندي طالعة مثل هذه الجوينت A، الضلع هذا اسمه الضلع AC والضلع هذا اسمه AB. انا راح افرض ان جميع القوة اللي داخل الأضلاع طالعة من الجوينت في اتجاه النقطة الأخرى. وهذا راح يعطيني شيء مهم، إن في حالة حلي إذا الجواب طلع موجب، إذا العنصر اللي أمامي في وضع التنشن أو الشد، وإذا طلع سالب العنصر اللي أمامي وضع الكمبرشن. خلينا نبتدي نشوف شلون طريقة الحل. هل أقدر أطبق المعادلات سيجما في إكس وسيجما اف واي؟ اقدر اطبقهم في حالة واحدة اذا شفت ان الاي سي هذه يتم تحليلها الى عنصرين او الى اتجاهين or two components، اللي هو على اتجاه الاكس وعلى اتجاه الواي. خلينا نشوف اذا حللت هذه، انا محتاج بهالاتجاه ومحتاج بهالاتجاه. علشان احللها لازم اعرف يا الزاوية هذه أو أعرف المثلث هذا. المثلث هذا هل أنا أقدر أعرفه ولا لا؟ أشوفه من المثلث الأصلي أو من السؤال الأصلي. نرجع للسؤال الأصلي. السؤال الأصلي يقول إن المثلث هذا
أضلاعه تشابه أضلاع المثلث هذا، الارتفاع هذا 400 والطول هذا 700، إذا المثلث هذا 4 7، وأحاول أوجد الوتر. طيب أنا بستعين بالآلة الحاسبة الحين وأحاول أوجد الوتر، راح أقول أن 7 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر راح يعطيني جذر 65، جذر 65، جذر 65. إذا لو أرجع حق الحل مالي راح أشوف التالي، أن الـ AC هذه، طبعا المثلث خلي أرسمه هني، أنا عندي هني 7 وهني 4 وهني جذر 65. إذا القوة هذه هي AC مضروبة في كسر، وهذه القوة AC مضروبة في كسر آخر. إنزين، دائما في المقام نحط قيمة الوتر من المثلث هذا جذر 65، وهذا أيضا جذر 65. بالنسبة للبسط، أنا عندي هذه القوة اللي أمامي اللي نازلة للأسفل موازية لأي ضلع في المثلث، موازية للضلع اللي طوله 4، إذا أحط هنا 4 وهنا أحط الضلع الثاني. الآن أقدر أطبق السيجما اف اكس والسيجما اف واي. طيب قبل لا أطبق أحاول أشوف هل أقدر أختار سيجما اف اكس أو سيجما اف واي براحتي، أو في أشياء ممكن تعيقني. خلينا نشوف القوة في اتجاه الاكس مثلا. القوة في اتجاه الاكس عندي القوة التالية، عندي الـ 160 وعندي الـ AC 7 على جذر 65 وبس، ما عندي أي قوة ثانية. وعندي وإذا طبقت سيجما اف اكس راح ألاقي إنه بس قوة واحدة اللي هي مجهولة، فأروح أطبق المعادلة بالشكل هذا، سيجما اف اكس تساوي 0. إذا سيجما اف اكس تساوي 0، إذا AC 7 على جذر 65 ناقص 160 تساوي 0. إذا الAC تساوي 160 جذر 65 على 7، راح ألاقي الجواب يساوي 184.3 نيوتن، وهذه موجبة، إذن هي تنشن. فالAC أنا أقدر أروح الجدول مالي على طول الحين وأقول إن الAC تساوي 184.3 تنشن. طيب أنا أرجع الحين إلى باقي الحل، أنا أوجدت قيمة الـ AC، أقدر الحين أوجد قيمة الـ AB إذا خذيت سيجما FY تساوي 0. شنو عندي القوة اللي في اتجاه الـ Y؟ عندي سالب 440 سالب AB وسالب الكلام هذا. طيب أروح أطبق المعادلة وأقول سالب 440 سالب AB سالب، عندي الـ AC أنا طلعتها، ما أستخدم الرقم هذا، أستخدم اللي بصورة البسط والمقام لعل وعسى تصير عندي بعض الاختصارات، على 7 هذه الـ AC مضروبة في 4 على جذر 65، وفعلا راح ألاقي الآن أن جذر 65 أقدر أختصرها مع جذر 65، فألاقي أن 160 ضرب 4 تقسيم 7 راح تطلع لي 640،
يعني هذه أنا أقدر أشيلها أو أكتب المعادلة مرة ثانية، سالب 440 سالب AB سالب 640 على 7 يساوي 0. إذن إذا بحل الـ AB تساوي أول شيء سالب، أخلي سالب، تصير 440 440 زائد 640 على 7. إذن الـ AB تساوي سالب الكلام هذا 3720 على 7 نيوتن. طبعا للتقريب ما يساوي تقريبا 531.4 نيوتن. طبعا بما أنها هي سالبة، إذا هذه compression وهذه compression. أرجع حق الجدول page up، أنا اللي طلعتها كانت الـ AB وطلعت معاي سالب 531.4 والتايب سي. نشوف السؤال الآن، من اللي بقالي اللي أنا طلعتهم AB وطلعنا الـ AC، إذن باقي لي اللي هي الـ BC. حق الـ BC يعني أروح الـ Joint B أو الـ Joint C، في كل الحالتين لازم أحسب الرياكشنز. خلونا على السريع نحسب الرياكشن عند النقطة، مثلا ناخذ النقطة B. عند النقطة B الشكل اللي أمامي، خلنا ننزل نكتب كل شيء على صفحة نظيفة يفضل طبعا، ونقول هذا الترس اللي عندي، نستعين بالأدوات مالت الرسم هني. أحط القوة اللي أنا أعرفها، أنا عندي قوة كذي 440 وعندي قوة كذي 160، وعندي reactions هني بهالشكل CY وCX، وعندي reaction واحد BY. أنا مهمتي إن أجيب الـ BY، وعندي طبعا الأطوال. إذا مهمتي أنا أجيب الـ BY آخذ المومنت حوالين النقطة C، فأقول سيجما M حوالين نقطة C تساوي 0، وعكس عقارب الساعة راح أعتبره الاتجاه الموجب. إذن راح تكون عندي سالب الـ BY مضروبة في 700 اللي تحت، هذه هي 700 هني، وعندي طولين هني أنا أنقلهم من فوق 200 و400، 200 مليمتر و400. طيب فأنا راح أدور حوالين النقطة C، فألاقي إنه سالب بي واي ضرب 700 زائد 440 ضرب 700 أيضا بس بالاتجاه الموجب، وزائد 160 ضرب 400. هالكلام كله يساوي 0. إذا باختصار راح يكون الجواب إن البي واي تساوي 440 في 700 زائد، أو ممكن حولها ناقص، 160 في 400 والكل على سالب 700 للتسهيل. الجواب راح يطلع لي 3720 على 7. وكان من البداية المفروض ننتبه للشغلة هذه، ان الرقم هذا هو نفس اللي حصلنا عليه لما حسبنا الـ AB.
كان بإمكاني إن أنا أخمن، أو لو أوقف لحظة وأفكر في الموضوع ألاقي نفسي إن راح أحصل على نفس الرقم. الحين بكل سهولة أقدر أسوي الجوينت بي. خلونا نسوي الجوينت بي. الجوينت بي، هذه الجوينت بي عندي رياكشن بهالشكل 3720 على 7، وعندي قوة كذي وقيمتها ماينس 3720 على 7، وعندي القوة هذه اللي هي بي سي، اف بي سي او بي سي للسهولة. طيب انا محتاج اعرف المثلث هذا علشان احلل. المثلث هذا راح الاقيه 702، وراح اوجد الوتر اللي هني راح يعطيني جذر 53. اذا المثلث مالي 702 جذر 53. راح اقدر الان احلل القوة هذه الى قوة بهالشكل وقوة طبعا الى الاعلى. انا محتاج البي سي، اقول بي سي في الجذر 53 هني وتحت وفوق الجذر 7. الان اقدر احسب قيمة البي سي. راح الاحظ ان اذا خذيت سيجما اف اكس وساويتها بالصفر راح الاقي ان المعادلة ما فيها الا البي سي، ما في اي قوة ثانية اجمعها او اطرحها في اتجاه الاكس يساوي صفر. انا عندي كميتين، وهذا الشغلة دائما نقولها، كميتين حاصل بضربهم صفر، اذا احدهما صفر بما ان السبع على جذر 53 لا تساوي صفر، اذا البي سي تساوي صفر. فعلا البي سي تساوي صفر. فاروح للجدول واقول له بي سي تساوي صفر، ولا توجد لا قوة شد ولا ضغط لان زيرو فورس ممبر. وبهالشكل نكون انتهينا من المثال الاول، الميثود اوف جوينتس.